نحتاج يا أصحاب إلى بعض الأغراض، منها قلم تخطيط أسود، مقص وصمغ، جلول، أغطية بلاستيكية، سي دي خربان أو قديم، ورق، فرد سيليكون، وكمان نحتاج لبعض الألوان. اليوم يا أصحاب بدنا نعمل إشي اسمه سبينر. ياسمينة تقدري تساعديني؟ آه أكيد شجاع. خدي هي ورقة وهي سي دي. أول خطوة يا أصحاب بدنا نعمل دائرة باستخدام الورق والقلم. أول شيء منثبت بإيد السي دي وبنرسم بالإيد الثانية الدائرة. بس نخلص بدنا نقصها. بلش نقص بس نوصل الدائرة. تريد تاخذي هدول ياسمينة؟ اكيد. واحنا يا اصحاب محضرين ورق عشان نلونه. ياسمينة بتقدر تعطيني اياه؟ اكيد. اول شيء يا اصحاب بدنا نعمله بدنا نلون. طبعا يا اصحاب هذا السبينر بنقدر نعمله لما يجوا عندنا اصحابنا، مشان دائما انا بعرف انه لما يجوا عندنا اصحابنا بنضلنا قاعدين على التلفزيون وما بنعمل اي شيء، فبنقدر انه كل واحد يعمل السبينر الخاص فيه ونلعب مباريات ضد بعض. كثير حلوة ياسمينة. شكرا شجاع. انت تبعتك كمان كثير حلوة. شكرا ياسمينة. هلا يا اصحاب بدنا نلزق هذا الكفر على الغطاء. بدنا نستعمل الصمغ. نفتحه. بنحاول نغطي كل المنطقة. ايوه. بالضبط ياسمينة. منحطه ننتبه انه يجي بالضبط عليه. نشد. هلا يا ياسمينة بدنا نستخدم الأغطية البلاستيكية عشان نحطهم على الكفر من فوق. أي لون بدك؟ بنفسجي. اوكي. هاي لا مش هاد، في هاد. شكرا. اوكي. هلا ياسمينة باستخدام فرد السيليكون بدنا نحطه نلزقه على نفس الكفر. خليني أعمل تبعتك. شكرا شجاع. طبعا يا أصحاب لازم دائما ننتبه لما إحنا عمالة بنستخدم فرد سيليكون، يفضل يكون في واحد كبير معنا بالغرفة كمان. هي ياسمينة. شكرا شجاع. عفوا. وهيك منستنى لينشف. هلا يا اصحاب بدنا نستخدم واحد من الجلول نحطه على السي دي من تحت. هيو ياسمينة. شكرا. طبعا هذا كمان نستخدمه باستخدام فرد السيليكون. كمان مره بدنا نحطه على الغطاء. بدك اعمل لك اياه ياسمينة؟ كيف شجاع. اكيد. طبعا بسرعه ياسمينة قبل ما ينشف. أوكي. هلا يا أصحاب نحط الجل ونحاول نضغط ونستنى لحد ما السيليكون ينشف. هيك يا أصحاب صار عندنا سبينر. ياسمينة بصير أجرب تبعتك هون كمان. كثير حلو.
يا أصحاب ما تنسوا إنه إذا عملتوا السبينر تبعتوا لنا فيديو لإلكم أنتوا وصحابكم عمالكم تلعبوا فيه على صفحتنا على الفيسبوك. مرحبا يا أصحاب، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا حابين تحضروا كمان اكبسوا هون، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب من هون. يلا باي.